مساء الخير عليكم حبايبي، ازيكم؟ عاملين ايه؟ وحشتوني كتير كتير. النهاردة هنعمل ايس كريم، وده ارخص ايس كريم في الدنيا. معايا ايه؟ مقاديره بسيطة خالص وكلها في البيت. دي فراولة مفرزة عندي، وده كريم شانتيه خام، ودي سكر بودر، ودي كريم طهي، وده جيلي مانجا، وجيلي مشمش، وده وات عسل جلوكوز عشان تجريشة بتاعة الايس كريم. احط كده 3 معالق على الفراولة، هسويها على النار. اول كده حبايبي هبتدي تغلي الفراولة، احط كده 2 معالق عسل جلوكوز عشان التجريشة، وما تسكرش الفراولة عشان الفراولة ما تسكرش، واقلب فيها كده واسيبها تستوي على النار. نبتدي بقى يا حبايبي، سيبها تستوي كده على النار، وبعدين نبتدي نشتغل في الايس كريم. في بولة كده صغيرة، ونحط بودرة جيلي فراولة، جيلي المشمش، ونحط 2 معالق مية سخنة، وده جيلي المشمش ده بديل للجيلاتينة. عاوزة جيلي مشمش حطي، عاوزة جيلي فراولة حطي، زي ما انت عاوزة. احنا بنستخدمه ده بديل الجيلاتينه. وهبتدي اقلب كده فيه حبايبي، ومعانا كمان نسيت اقول لكم، دي الوان صحيه، بنلون بيها اي لون انت حباه. زي ما قلت لكم كده، الجيلي اللي انا بستخدمه دلوقتي ده بديل الجيلاتينه، ده جيلي مانجا. حط برضو كده 2 معالق مية سخنة عليه، ممكن جيلي فراولة كمان، لان انا ما استعملتش جيلي فراولة، لان انا عندي كده كده فراولة مفرزة في الفريزر. بحط بس كده 2 نقطة من الالوان اللي هي دي الوان صحية، دي الوان الاكل موجودة عند العطار، ودي معروفة جدا وصحية. هنعزز بيها اللون بس كده. خلاص الفراولة استوت، هطفي عليها. هحط بقى 2 كوباية كريمة الطهي، دي حطيت 1 ودي 2. لازم كريمة الطهي دي تكون ساقعة، تكون خارجة من الفريزر، تكون متلجة يعني. هضيف عليها بقى بودرة الكريم شانتيه الخام، دي بودرة كريم شانتيه الخام. يبقى انا كده حطيت 2 كوباية كريمة الطهي، وبعدين حطيت 1 كوباية كمان كريم شانتيه خام، و1 كوباية سكر بودر. وهبتدي اضرب كده لمدة 7 دقايق في اتجاه واحد. Thank you.
حطيت كمان كوباية لبن برضو متلجة عليها. كوباية لبن دي كانت موجودة في الفريزر، يعني انا حطيت كده كوبايتين كريمة الطهي على كوباية سكر بودر على كوباية كريم شانتيه خام وكوباية لبن. هضرب كل الخليط كويس جدا، وبعدين هبتدي اقسمه بقى الوان زي ما انا عاوزه. شايفين؟ انا يعني ضربت ضربه مستمر لغاية 5 دقايق بس. وده ارخص ايس كريم وفي منتهى الجمال، طعمه تحفة بجد وشكله حلو جدا يشرفك، وولادك هيحبوه لانها كلها الوان صحية وحاجات طبيعية. كريمة الطهي ولبن حليب وكريم شانتيه، شايفين؟ هو ده السمك بتاع الايس كريم كده، خلاص هو خلص. شايفين عمل كمية وفيرة قد ايه؟ من كوباية كريم شانتيه وكوبايتين كريمة الطهي وكوباية سكر وكوباية لبن ساقع، شايفين عاملين كمية وفيرة قد ايه؟ هبتدي بقى ايه، اجيب بولة. شايفين هو ده السمك، يعني انت لو سبت الايس كريم يسيح هيديكي نفس النتيجة. المقادير دي مظبوطة وقدامي كان عملتها. ولو عجبكم الفيديو بقى ما تنسينيش خالص ولا في لايك وشير، وشجعوني كده كده. خلاص هضيف عليه الجيلي المشمش، شايفين الجمال؟ وطعمه تحفة، شايفين اللون بقى جميل ازاي؟ ولا اروع. ده جاهز كده لون تاني، هو لون الفراولة. وشوية كده لما تبرد الفراولة خالص هضيفها عليه. ده ايس كريم الفراولة، كده حبيبي بعد الفراولة خلاص ما بردت، هبتدي اطحن الفراولة. شايفين جمال الفراولة ولونها تحفة بجد. كده بقى جبت شوكولاتة خام وهبتدي ابشرها واحطها في الميكرويف لمدة دقيقة واحدة كده لغاية ما تسيح مع معلقتين لبن.
بعد حبايبي كده جبت قطعة شوكولاتة خام وبشرتها على المبشرة، وبعدين احط عليها معلقتين لبن واحطها في الميكرويف تسيح يعني نص دقيقة كده تسيح بس، ونرجع هنطلعها تاني وهنعمل بيها ايس كريم شوكولاتة. انا حطيت عليها معلقتين لبن بس ما صورتهاش كده. بعد ما كملت نص دقيقة خرجتها وهعمل بيها، هاخد جزء من الكمية اللي انا عملتها ديت واحط ضيف عليها الشوكولاتة الخام. وهبتدي اقلبها كده، امزج كل الخليط مع بعضه. وده كده خلاص، بعد ما ضربت الفراولة سبتها تبرد شوية، وبعدين هضرب اكمل كمان الايس كريم بالفراولة. هاخد جزء كده من الايس كريم اللي انا عملته وهضيفه على الفراولة. ايس كريم ده رخيص جدا وما فيهوش اي حاجة خالص، كلها الوان طبيعية، وعمل لي كمية وفيرة من كوباية كريم شانتيه وكوبايتين كريمة الطهي، كوباية سكر، وكوباية لبن ساقع، وضربتهم كويس قوي. وبعدين ابتديت بعد ما ضربتهم ابتديت اقسم الخليط فراولة وشوكولاتة ومشمش ومانجا. ده الجزء بقى ده ايس كريم فانيليا. والعلب دي حبايبي دي كانت جايه لي علبة كحك هدية في العيد، فاحنا اكلت الكحك بصراحة وكان طعمه جميل جدا، وكمان شلت العلب دي قلت تنفع معايا في اي حاجة خالص، هي نفعت معايا في الايس كريم. هخبط كده في العلبة لو فيها هوا ولا حاجة عشان ما يعملش فاصل. هنزل بقى الايس كريم فراولة، ده كده ايس كريم فانيليا وده ايس كريم بالفراولة. ممكن نعمله كده ونفرح ولادنا بالالوان الحلوه الطبيعيه دي. شايفين يا حبايبي الالوان الطبيعيه الحلوه دي جميله جدا.
ايه رايكم حبايبي بقى؟ بس حبايبي انا هحطه في التلاجة لمدة 4 ساعات في الفريزر، وبعدين هوريه لكم اقدمه لكم. شايفين ايه رايكم بقى؟ بعد ما قعد اكتر من 4 ساعات في التلاجة في الفريزر هفتحه معاكم وهو سخن اشوفه. شايفين؟ خد كده، شايفين؟